السلام عليكم وصحة رمضانكم. اليوم في الشيوة الأموات إن شاء الله راح ندير لكم غراتان باذنجان يجي خفيف بزاف ويجي بزاف بنين. أول حاجة بديت بيها راني نقلي في الصدر تاع الدجاج. هنا ديروا حسب الكمية، أنا راح ندير كمية قليلة، ديروا حسب كمية الأفراد العائلة تاعكم. أول حاجة نبدا بيها هي أني نسكر في الزيت، نتقلاو لي الصدر تاع الدجاج، نسكر في الزيت تو ثم نخدم نتعسو لانه يتحرق بالخف ماشي كيما البصله. نزيد عليها تقريبا تاع الطماطيش مسكت الجاك، نتمنى نشوفو بهذه الطريقه. على نار قليلة نزيد لهم طماطش مصبرة حوالي نص مغرف صغيرة، لأننا راح ندير كمية قليلة لكن تدوتو بلا كبير، ديرو مغرف كبيرة تاع الطماطش. نزيد لهم شوية تاع المعدنوس، تعجبني لاصوص طوماط بالمعدنوس، جربوها راح تجي بنينة أحسن من القزبر. يعني هذه طريقتي نتمنى أنها تعجبكم. ونقلو هذيك الطماطش مع الدجاج. الان جزء للتوابل، واش راح ندير؟ راح ندير فلفل اسود، شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع الكمون، كما نعرفوا الباذنجان يحب الثوم يحب الكمون، ونديروا له الملح. الطريقه كما قلت لكم ان غراتان سهل ويجي خفيف، يجي بزاف خفيف هذا الغراتان. نخليه يتقلى مليح. اذا هنا بعد ما تقلات لي مليح هذيك الطوماطيش مصبره والطوماطيش تاع الحب وكامل لي زيبيس، راح نمرق قسم ما نغطي الدجاج باش يطيب لنا الدجاج بهذه الطريقه. الان راح نخلي الدجاج تاعي يطيب مليح. كي يطيب الدجاج نحيه نفتو، ولازم المريقه نخليها تعاود تولي خاطره يعني تنقص، ونعاود نرجع لكم باش نكملوا الكغاتان تاعنا باذن الله. اذا هنايا راح نكمل لكم الكغاتان تاعنا. هنا الباذنجان قطعته مربعات وقليته، اللي ما تحبوش مقلي تقطعوا ديروا في السنيوه تحطوا في الكوشه مع الملح وشويه تاع الزيت فقط، يعني تشويه يعني والله غير مقلي يعني يجي بنين، لكن اللي عندهم اغراض صحيه يشوه ما كاش حرج. ها هي المرقه اللي طاب فيها الدجاج خليتها خثرت، وها هو الدجاج في التتو. واش راح ندير؟ راح كنأمو لي يدخل للفوغ بهذه الطريقة، ندير فيه الباذنجان تاعي اللي كنت قليتو. يعني اللي يحبوا الباذنجان راح يعجبهم بزاف هاد الكغاتان، إن شاء الله تجربوه. إذا نحط هذاك الباذنجان تاعي بهذه الطريقة، هكذا باش نتعلمو نديرو كميات قليلة، والعائلة اللي تكون كبيرة يكترو. نعطيكم الفكرة فقط. نديرو بهذه الطريقه الباذنجان تاعنا، ونحكم الدجاج نديرو عشوائيا باش كل يعني مرصو يجي فينا فيه الدجاج بهذه الطريقه. ساهل وبنين هذا الكغاتان. هذا اخوه طلبوني بزاف في الكغاتان، راح نلبوا الطلب تاعهم ان شاء الله. اذا نحكم هذيك لاصوص نديرها من فوق باش يشرب كامل هذاك الباذنجان الذوق تاع لاصوص تاعنا، والدجاج تاعنا ما يجيناش ناشف بهذه الطريقه. يعني ما نديروه لولادنا ماشي راح يفيقوا اصلا باللي باذنجان، وراح ياكلوه. معنا نشوفوا بالطريقه. الان واش راح نديرو؟ راح نعطي لكم طريقه اللي ما يكونش عندها لو فرماج غابي وتحب دير لو غراتان تاعها باش تغراتينيه من الفوق. راح نعطيكم يعني طريقه بديله ويعني بزاف ناجحه. واش هي؟ راح نحتاج نص كاس تاع الحليب يعني حسب الكميه تاع الليمون تاعكم مع فرماج طري. واش راح ندير انا في هذه الكيفيه؟
اذا نحكم هذاك الفرماج طري، لازم فرماج طري طبعا. انا حندي نص هذا هذه القطعه هذه باسكو ريمول تاعي صغير، ولا ثلاث حبات فرماج بورسيون ولا واش عندك في الدار ديري. هنا ماكش مقيده بالمقادير. انا حندير هنا ربع كاس تاع الحليب، مش حنحتاج كاس نص كاس كامل. الا كان عندك المول تاعك كبير ديري نص كاس بهذه الطريقه، ونميكسيهم بالميكسور. كاين اخوات اللي ما يتحصلوش على الفورماج رابي، نعطيكم هذه الطريقه البديله، ما ندلهاش الملح لانه الفورماج مالح. ولي المول تاعها كبير كما وصيتكم، تزيد الكميه. ونديرها على الوجه تاع لو غراتان تاعنا. كما قلت لكم هذا في بلاصه لو فرماج غابي، راح يعطينا وجه لو غراتان تاعنا. نبدا نحب نمد الاخوات تاعنا دائما البدائل باش ما يحيروش في الكوزينه تاعهم. ولا ما عندكش الفرماج غابي مش راح تطبق الوصفه، لا كل وحده ديرها على حساب واش عندها. ها هو، وراح ندخلو للفوغ باش تكراتينا ويعطينا وجه الشباب. اذا ندخلو راه كلش طايب، حوالي ربع ساعه باش ينسجموا المقادير. من بعد نشعلو شويه من الفوق ونخليه يتحمر مليح، نوريه لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو الكراتان تاع الباذنجان تاعي راه واجد، شوفوا كيفاش يجينا. راح نوري لكم منه كميه، لان الاخوات بعض الاخوات قالوا لي علاش ماكش تقسمينا وتورينا كيفاش يجي، فقط باش كي نحط يعني الطبق فوق المائده ما يكونش يعني مقسوم ولا، فقط لهذا الطلب بهذا الغرض فقط. راح نوريه لكم شوفوا كيفاش يجي، ماشي حيجينا الكراتان مش راح يجينا. شوف ها هو، شوفوا كيفاش يجي. تصيبي الطرف تاع الدجاج، تصيبي الباذنجان، ما انا نشوفوا ها هو يجي بزاف بنين، يعني اللي يحبوا الباذنجان راح بزاف يعجبهم. ما رانا نشوفوا، ها هي لاصوص خضره وتجي بنينه، وهذاك الباذنجان شرب لنا. شوفوا الوجه تاعو كيفاش احمر، يعني هذا بديل للفرماج رابي. واللي عندها الفرماج رابي دير يعني فرماج رابي. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه ليصلكم الجديد، وتبعوني على صفحتي على الفيسبوك شيوات ام وليد. وصحه فطوركم والى اللقاء.